اتفضلي. ايه رايك؟ حلو. دي اوضتك انت ويحيى. طب انا هدخله الاوضه. شكرا يا يسر، مش عارفه اقول لك ايه والله. دي اقل حاجه ممكن اقدمها لك في الظروف اللي زي دي. انا هدفع ايجار. ها، في حد يدفع ايجار في الشقه بتاعته؟ لا يا يسر، انا متفق معاك على كده. الشقه دي بقى بتاعتك بجد، انا سجلتها باسمك. لا يا يسر، انا ما اقدرش اقبل حاجه زي كده. انا ما اعرفش ارد لك ده ازاي. كتير قوي ده لو احنا غرب، أو لو أنا بالنسبة لك حد مفيش حاجة بتربطك بيه غير الشغل والرسميات، لكن إحنا قريب هنبقى واحد. أنا تعبانة، تعبانة أوي يا يسر، ومش لاحقة أستوعب أي حاجة من اللي بتجرالي. أنا مش عارفة أفرح بالهدايا وأقبلها ولا أرفضها وأتضايق. أنا في دوامة والله يا يسر. ثقة فيا، أنا بحبك يا ورده، ومش هسيبك أنت ويحيى في الدنيا دي مكسورة. وتأكدي إن الأيام الجاية غير اللي أنت عشتيها كلها. طب والحرب اللي بتقرب؟ مليون حرب مش هيمنعونا إن نحميكي. تعرف إن أنا أبويا مات في الحرب؟ آه أسمع. جاله استدعى، وقبل ما يمشي قال لهم ان هو هيجي في خلال اسبوع. والاسبوع بقى شهر، والشهر بقى سنه، والسنه بقت سنين. امي فضلت مستنيه طول عمرها، وانا فضلت محرومه من ابويا طول عمري، لحد ما عرفت ان هو مات ما كملش كام يوم بعد ما مشي، ما كملش حتى اسبوع. ساعتها حلفت عمري ما هخلي أي حاجة في الدنيا تمنعني من يبقى عندي بيت وعيلة. وأنا معاكي في أول الطريق، ومعاكي لآخر يوم في عمري، ومش هسيب الدنيا دي غير وأنا محقق لك كل اللي بتتمناه. طيب خدي راحتك بقى وارتاحي في بيتك. لا أنا مش هينفع، أنا ورايا شغل. آه صحيح، ده مؤنس هيستلم المحصول النهارده. آه أنت عرفت منين؟ هو قال لي. آه غريبة، مع إنه ما قالناش يعني عشان نجهز. لا أكيد كده كده هيكلمك. بصي أنا هبقى معاكي أساعدك في الموضوع ده، علشان مفيش موظف ولا حاجة يعمل أي مشكلة. سلام. سيد مؤنس، في رسالة جات لسيادتك. خد على مخازن جرين كوم، وخد العربات اللي تبعنا اللي محمله الحصه بتاعت المحصول. مستعد؟ عشان هنسلم الناس الحصه اللي لاتي. عمرك يا سيد مؤنس. انا جاي بنفسي علشان اطمن ان كل حاجه ماشيه كويس، وكمان عشان اشكرك على تعاونك معانا. تشكرني على ايه؟ ده اتفاق وانا التزمت بيه. ايوه، بس رجعت في كلامك في النص، كنت هتبوظ الدنيا وهتعمل لنا مشاكل. لازم تعرفي ان يسر هو اللي خلى الامور تمشي. نصيبك اللي انت هتاخديه هو هيدفعه لنا من عنده بضاعه. ايه؟